سألنا مجموعة أمهات بيتمنوا إيه؟ اللي بتمناه من ربنا كل حاجة حلوة تبقى فيهم هما، في ياسين ورماز. أتمنى لبنتي إن ربنا يريح لها بالها، تبقى نجمة لأن هي بتحب التمثيل قوي. أشوف بناتي بخير ومحققين اللي هما عايزينه. أتمنى إنها تخلص 4 سنين على طول. ربنا يخليهم لي يا رب، هما يمكن أحلى حاجة جات لي في الدنيا. نفسي عبد الرحمن ابني يسافر ألمانيا ويكمل تعليمه بره. ربنا يديه ويصلح له الحال، يسترها مع دنيا وآخرة. مفيش أم بتفكر في نفسها الأول مهما كانت ظروفها. واحدة من الثمان أمهات دول عندها سرطان الثدي، عشان كده دورنا إحنا نفكر فيهم الأول. اتبرع على حساب رقم 8 ستات لمؤسسة بهية وحافظ على حضن أسرها.